أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى ثاني نشراتنا الإخبارية من قناة التناصح، نستهلها بأبرز العناوين. البعثة الأممية تطالب بإدخال المساعدات إلى درنا بشكل فوري. رئيس الأعلى للدولة خالد المشري يشدد على ضرورة الحوار الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية. ومبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا بباريس نهاية مايو الجاري. أفادت مصادر من مدينة درنا باستهداف أربعة عناصر لميليشيات الكرامة كانت تحاول التقدم نحو المدينة من منطقة الفتايح الخميس. أضافت المصادر بأن قوة حماية درنا تمكنت من تدمير مدرعة تابعة لميليشيات الكرامة بذات المنطقة. هذا وكانت قوة حماية درنا قد صدت الأربعاء هجوما لميليشيات الكرامة من جهة وادي عين بنت شرقي المدينة. طالبت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو جميع الأطراف بالسماح الفوري لوصول السلع الضرورية والعاجلة وجميع الإمدادات الطبية إلى درنا. أعربت ريبيرو في بيان نشرته البعثة الأممية عن انزعاجها من عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى درنا رغم المطالبات المتكررة، مشيرة إلى أن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية يصل إلى مستويات حرجة بالمدينة وفق ما ترد من تقارير. ونوهت المنسقة إلى أن استمرار حصار درنا وتصعيد النزاع له أثر مدمر على حياة المدنيين بالمدينة. قال سفير بريطانيا في ليبيا فرانك بيكر الأربعاء أن بلاده قلقة تجاه تصعيد العمليات العسكرية في مدينة درنا والاشتباكات في سبها. بيكر عبر حسابه الرسمي على تويتر طالب جميع الجهات بضبط النفس واحترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان وضمان أخذ جميع الاحتياطات لحماية المدنيين. هذا ورصدت كاميرا قناة التناصح الفضائية الأوضاع الصحية داخل مستشفى الهريش بدرنا ووقفت على احتياجات المشفى ونقص المعدات الطبية المستعجلة بالإضافة إلى نقص الكادر الطبي بسبب ما تعانيه المدينة من حصار خانق تفرضه ميليشيات الكرامة وقصف متواصل على مناطق بالمدينة. شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على ضرورة التركيز بشدة على جعل الحوار الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية. وأوضح المشري في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل الأربعاء بالجزائر أن أغلب المواقف في ليبيا تكاد تكون متطابقة مع الأشقاء الجزائريين حول طبيعة الحل وضرورة الذهاب نحوه. من جانبه أشار وزير الخارجية الجزائري إلى دور بلاده في تبني الحوار الشامل خيارا وحيدا للوصول إلى حل سياسي للأزمة الحالية يضمن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ويؤسس لبناء دولة المؤسسات والقانون. ناقشنا فيها الوضع في ليبيا وخاصة في بعض المستجدات الجديدة على الأرض، سواء كانت هذه مستجدات سياسية أو عسكرية، وبحثنا كيف سبل خروج البلد من هذا المأزق وضرورة التأكيد على توحيد الحوار الليبي وأن يكون فيه تركيز بشدة على ضرورة أن يكون الحوار بين الليبيين أكثر قربا بعيدا عن التدخلات الخارجية وبعيد عن أي
ظلال أخرى، وهذا خط السير اللي اتخذناه احنا في المجلس الأعلى للدولة، أن وجهنا مباشرة خطابنا لمجلس النواب ووقفنا مع المجلس الرئاسي في سبيل محاولة الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية. لقينا معظم المواقف أو كل المواقف تكاد تكون متطابقة مع أخواننا الجزائريين في الحل وفي الذهاب في هذا الموضوع إن شاء الله. كشفت وكالة رويترز عن رسالة أرسلها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى عدد من الدول بينها إيطاليا وتركيا وقطر والإمارات وعدد من دول الجوار، إضافة إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. جاء فيها أنه سيعقد اجتماعا في وقت قريب بالعاصمة الفرنسية باريس، وذكر في نص الرسالة أن الهدف من الاجتماع هو التوصل لاتفاق بين الأطراف الليبية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة لتبني الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن هذا العام. وكانت مصادر مطلعة قد قالت إن فرنسا تعتزم تقديم مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا خلال الاجتماع الذي سيعقد نهاية الشهر الحالي ويجمع الأطراف الفاعلة في ليبيا. هذا وشدد نائب وزير الخارجية أو نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف على أن بلاده تشجع جميع الأطراف الليبية على الحوار الوطني الشامل ووضع مصلحة ليبيا فوق أي اعتبار. بوغدانوف في تصريح صحفي الخميس بحسب وكالة سبوتنيك الروسية أشار إلى أنه يخطط لقاء وزير الخارجية بالحكومة المقترحة سيالة على هامش مؤتمر سان بطرسبرغ الاقتصادي، مضيفا أن روسيا تشجع الليبيين على وضع مصالحهم الحزبية القبلية جانبا والعمل من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وضمان أمنها. هذا ويعقد في مدينة بطرسبرغ بروسيا المنتدى الاقتصادي للعام الحالي الذي يستمر من 24 حتى 26 من مايو الحالي. حذر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك من وجود تواطؤ بين مسؤولين ليبيين وأصحاب شركات أجنبية في تهم فساد مالي، مشيرا في مؤتمر صحفي الأربعاء إلى أن أحد وزراء الحكومة المؤقتة ألزم الدولة الليبية بدفع 450 مليون يورو لصالح شريك أجنبي ثبت تورطه في قضايا فساد، مبينا أن الديوان قام بإرجاع أموال كثيرة بعد اكتشاف جرائم اختلاس في عمليات التوريد. أضاف شكشك أن هناك مجموعة من الدعاوى القضائية جنبت الدولة دفع مبالغ مالية ضخمة. هذا وقال رئيس الديوان أن الوضع الاقتصادي السيء الذي عاشته الدولة خلال العام الماضي غير حقيقي. لفت شكشك خلال مؤتمر صحفي الأربعاء إلى أن المصرف المركزي قام بانتهاج سياسة توسعية في إنفاق النقد الأجنبي أدت لارتفاع سعر الدولار إلى 9.5 دينار في السوق السوداء نهاية العام الماضي. أرجع شكشك عدم انعكاس تحسن الوضع الاقتصادي على الأوضاع المعيشية للمواطنين واحتياجاتهم الضرورية إلى التخبط وسوء الإدارة والتدخل في الاختصاصات وانعدام وجود خطة للخروج من الأزمة، مشيرا إلى أنه في حال استمرار الفجوة في سعر صرف العملات الأجنبية فإن الأزمة الاقتصادية ستستمر وستزداد سوءا. أثارت نحو 1000 صفحة من تقرير ديوان المحاسبة عن العام الماضي جدلا كبيرا حول تغول الفساد في مرافق الدولة التي تعيش حالة من الاسترخاء الكامل دون أن يكون لها أو للأموال التي أنفقت عليها أثر على رفع المعاناة عن عامة الليبيين. في تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017 كان للفخامة عنوان تجهيز مكتب نائب رئيس المجلس الرئاسي المقترح فتح المجبري بنحو مليون دينار، في حين كان نصيب تجهيز مكتب العضو أحمد حمزة أكثر من 630 ألف دينار وما يزيد عن 350 ألفا أخرى للنائب كاجمان، فيما اكتفى مكتب أحمد معتيق بنحو 100 ألف من الدنانير. لمسة من الرفاهية أضيفت إلى مكاتب النواب والأعضاء
وأخرى على جناح السراج وملحقاته كلفت خزانة الدولة الليبية نحو 4 ملايين دينار ليبي، خزانة لا تكف عن الشكوى من الفقر والعوز أمام صفوف المهانة المتراصة مثنى وثلاث ورباع على أبواب منظومة المصارف التجارية المتهالكة، بعيداً عن مكاتب الرئاسية التي اعتلاها الغبار لغياب أصحابها وانشغالهم بعيداً عن أرض الوطن بالسفر والترحال إسوة ببقية مؤسسات الدولة التشريعية التي لا يحضر أعضاؤها إلا ساعة توزيع المرتبات والمزايا ومشتقاتها. فقد تلقت مؤسسات الدولة الأخرى مليارات من الأموال دون أن يكون لها أثر على الأرض. تلقت الكهرباء 5 مليارات، وتلقت الصحة 4 مليارات، وما زالت البلاد بلا كهرباء ولا صحة ولا دواء، فيما يدفع تتبع تلك الأموال من سيفعل إلى حافة المجهول بعد أن تغول الفساد وأصبح قاعدة وقد كان استثناء، فيما غاب الحسيب ونام الرقيب. عشرات المليارات أنفقت وعهد بعشرات الملايين دفعت، لا أحد يدري أين ذهبت ولا كيف تمت تسويتها. تسربت من بين أصابع الحكومة المقترحة كما يتسرب الماء من بين أصابع اليد، واعتمادات مصرفية مشبوهة وأخرى لحاويات مليئة بالرمل والطوب وزجاجات المياه، وأسواق نقد موازية وإصلاحات اقتصادية ما زالت تعيش نومة أهل الكهف في دهاليز المصرف المركزي الذي بات شريكا مع الآخرين في التضييق على الليبيين وتحويل حياتهم إلى جحيم لا يطاق. هذه النشرة متواصلة مشاهدينا وافية بعد فاصل. المنظمة الليبية للسلم والإغاثة تدعو لفتح تحقيق في الإنفاق على مكاتب الرئاسي المقترح. نعلن لأبناء شعبنا الكريم سيتم تقديم خطة عمل الحكومة بشكل مفصل في وقت لاحق، ولكن نحن نراهن على الزخم والدعم الشعبي والذي لمسناه منذ دخولنا لطرابلس، وكان صداه في كل أنحاء البلاد شرقا وغربا وجنوبا. حيث قمنا بجملة من المعالجات المالية والاقتصادية كدفع المرتبات المتأخرة وتوفير السيولة النقدية. والله إلا كذب، كله كذب، ولا عاجبك المصرف اللي هناي؟ والله الواحد يبكي. حان وقت العمل. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. أهلا بكم. دعت المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة الجهات الرقابية لفتح تحقيق على أعلى مستوى لمحاسبة وتحديد المسؤولية حول نفقات التجهيزات مكتبية لأعضاء المجلس الرئاسي المقترح. المنظمة أبدت في بيان لا استغرابها من قيمة الأموال المصروفة على مقرات هي مجهزة أصلا تجهيزا كاملا، مدينة ما وصفته بالعبث الذي ينم على غياب كامل للمسؤولية الأخلاقية في وقت تسعى فيه المنظمة وغيرها لتوفير كفاف العيش للفقراء والنازحين.
بحثت لجنة التنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة مع وزير التعليم بالحكومة المقترحة المشاكل والمعوقات التي تواجه التعليم. تطرق المجتمعون إلى آلية تنفيذ امتحانات الشهادة الثانوية واستكمال صيانة 92.100 مدرسة وإمكانية تخصيص جزء من ميزانية التحول لهذا العام لإنشاء 400 مدرسة جديدة بالإضافة إلى طباعة الكتاب المدرسي، مشددين على ضرورة توفيره قبل بداية العام الدراسي لضمان بداية الدراسة في موعدها. وحضر الاجتماع كل من مديري إدارة البعثات ومستشاري وزارة التعليم وممثلين عن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمقر وزارة التعليم بالعاصمة طرابلس. قال وزير التربية والتعليم عثمان عبد الجليل إن الغاية من إجراء امتحانات الشهادة الثانوية في المدرجات والقاعات الجامعية هي معرفة مستوى التحصيل العلمي الحقيقي لدى الطلاب. قول الوزير جاء ضمن تصريح نشرته له الوزارة الخميس، وأضاف فيه أن ذلك يأتي لإنصاف المجتهدين من الطلاب وليس لتحقيق معدلات نجاح منخفضة. بحث رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج مع سفير ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى ليبيا كريستيان بوك آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وسبل تفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأكد السفير الألماني خلال اللقاء تطلع بلاده لتطوير وتنمية التعاون بين البلدين، مشيرا إلى استعداد الشركات الألمانية لاستئناف عملها في ليبيا. وأضاف السفير عن رغبة عدد من المؤسسات لعقد منتدى اقتصادي في ليبيا خلال الفترة القريبة القادمة. من جانبه رحب السراج بعودة الشركات الألمانية في إطار شراكة اقتصادية فعالة، موضحا أهمية تحديد قطاعات ومجالات التعاون. قال وزير الخارجية بالحكومة المقترحة محمد طاهر السيالة إن ليبيا ترغب بعودة الشركات الروسية لعملها في البلاد، وهناك تفاوض على شراء 750,000 طن من القمح الروسي. سيالة في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي أضاف بأنه يأمل أن تعود الشركات الروسية لاستكمال مشروع السكك الحديدية المزمع أن يكون من سرت إلى بنغازي بما يفوق مليار دولار. قال عميد بلدية سبا حامد الخيالي إن البلدية تعاني نتائج قرارات متباينة صدرت عن المسؤولين بالمجلس الرئاسي المقترح. الخيالي في تصريح صحفي الخميس أشار إلى أن البلدية تواجه عددا من القرارات ولجان أزمة متنوعة، الأمر الذي يترتب عليه تداخل في الاختصاصات وخلاف في القرارات، مبينا أن اجتماعا ضم عددا من أعيان المدينة الأربعاء مع عضو الرئاسي أحمد كاجمان أسفر عن تكليف لجنة أزمة جديدة. وينضم إلي عبر الهاتف مشاهدينا من سبا المتحدث باسم مجلس حكماء وعيان المدينة السيد حسن الرقيق. سيد الرقيق أهلا وسهلا بك. مرحبتين بك أخي، وإن شاء الله رب سبحانه وتعالى كل أوقاتكم خير إن شاء الله، ليبيا كلها شكرا والامن المستقبل ان شاء الله. بارك الله فيك سيد حسن. في البدايه يعني السؤال الذي يطرح نفسه وربما يهم الكثير، اذا لم يستطع اهل الجنوب نفسهم العيش في سلام مع بعضهم وان يكونوا متكافلين، فلماذا اللوم على الرئاسه او غيره في ان يشكل لجان ازمه وتفشل في حل مشاكل الجنوب؟ سيد الفاضل، هي المشكله مش في اهل الجنوب نفسهم، يعني من قوه الجنوب، المشكلة مع الغرباء الذين من غير الجنوب سواء كانوا الأجانب أو الليبيين، سواء كان من الذين أتوا من مناطق عدة في ليبيا أو من الأجانب كما يقال في جيش المنطقة الشرقية القوات الصديقة. هذه المشكلة في الجنوب سيد الفاضل، ليس في أهل الجنوب أنفسهم. صحيح أن هناك في منحرفين في أهل الجنوب، هناك من يريد أن يدمر الدولة في أهل الجنوب، صحيح هذا واقع، كما دمرت الكهرباء والصرف الصحي للآن نص البلد عايم، لكن مع هذا وذاك نستطيع أن نتعايش إذا تركنا
لوحدنا أهل الجنوب الليبيين فقط بغض النظر عن مكوناته. طيب طيب سيد حسن، يعني هناك مهربين وهناك عصابات التجار بالبشر وهناك مهربين عبر الحدود لمختلف أنواع البضائع المشروعة وغير المشروعة، كل هؤلاء أغلبهم أو جلهم من أهل المنطقة الجنوبية. لا، هذه شبكات يا سيدي، فيها من أهل، فيها أجانب، فيها منظمات أجنبية تعمل ليل نهار على تهريب البشر في النيجر، منظمات معروفة يعني. وهؤلاء سواء كان، إذا كان هناك من أهل الجنوب من يقود السيارات ويأتي بهؤلاء يحمل هؤلاء البشر، هم عبارة عن مستأجرين يعني فقط، لكن الأساس والموضوع هذا أكبر من أهل الجنوب يعني، وليس أهل الجنوب فقط، لا يقف الموضوع عند أهل الجنوب. طيب بالنسبة حتى غير الشرعية تنتقل من الجنوب، تسلم إذا كان السواقين أو أهل الجنوب يأخذوها من النيجر يسلموها لآخرين في منطقة الشمال، من يهرب البشر ويضعهم في البحر. طيب الموضوع طويل يعني، موضوع فيه دول أجنبية كبير. نعم سيدي. طيب سيد حسن، يعني حتى أثناء حل الأزمات تتجه أكثر من لجنة ويتجه أكثر من وفد للجهات الحكومية، وبالتالي ينتج عن هذا التباين الذي استهجنته وأنت في تكليف لجان الأزمة أو اللجان التي تحاول حل مشاكل المنطقة الجنوبية. أنا سيدي لا أشك في الرؤساء اللجان سواء السيد عبد السلام كجمان وغير ذلك أو الرئيس اللجنة الأولى، لكن للأسف الشديد أنا استهجن واستنكر التأخير، لا استهجن واستنكر قيادات اللجان، هذه اللجان لا شك فيها، بالعكس سيد عبد السلام نحترمه ونعرف أنه هو يريد للوطن خير، لكن تأخير الرئاسي وسكوت الرئاسي على هذه الفوضى الحادثة في الجنوب هو الذي نستنكره نحن جميعا، ونشعر وكأننا ليس قطعة من ليبيا، عبارة عن عائلة. الليبيا تستنزف الخيرات التي تحت أقدامنا في هذه المنطقة، وانتهى يعني للأسف الشديد العبث اللي حصل من الجيش التابع للمنطقة الشرقية، يعني يجب أن يحاكم عليه كل شخص ويتحمل مسؤوليته، أولا ما يسمى بأمر المنطقة العسكرية التي كلف من الجيش في المنطقة الشرقية، هو الذي أوصل البلد إلى هذه النهاية، تحطيم، خراب، معسكرات، تدمير شامل البلد، فوضى بكل ما تعني الكلمة سيدي. طيب سيد حسن، يعني حتى أكون منصفا، الجنوب يعني مهمش تماما على مدى الحكومات والحقب السابقة، ولم يلقى الرعاية أو الاهتمام الذي يتناسب مع حجمه وأهميته بالنسبة للدولة الليبية. برأيك هل هذا يعتبر سبب رئيسي في المشاكل الموجودة الآن حتى بعد أن أتت حكومة الوفاق؟ لا، هو الجنوب مهمش من أكثر من 45، من أكثر من 48 عام، ليس جديد يعني، حتى في العهد السابق في عهد سبتمبر لم يلتفت الجنوب بأي حال من الأحوال، حتى الحدود كانت تحرص بناء على اتفاقيات بين دول الجوار، يعني تعطى أموال دول الجوار وهي تحمي أكثر بالنسبة لهذه الحماية، لكن لم يكن مهتم به مثل كما حصل في السابق في عهد الملك رحمة الله عليه، التي كانت لا تستطيع أن تدخل حتى شاه، كرم الله سمع كل الشهادين، لا تستطيع أن تدخل حتى شاه لم تقيد ولم تسجل، لكن بعدها صارت فوضى مطلقة، وهذا تبعات كل ما نحن فيه نتيجة عدم وجود المؤسسات في حقبة 40 عام سيد الفضل. طيب سيد حسن، يعني حتى الآن حتى بعد الهدوء الذي شهدته سبها وفض الاشتباكات الأخيرة، لم يتطور الوضع ربما حتى على الصعيد الإنساني والخدمي داخل المدينة، برأيك أنت أحد سكان هذه المنطقة، ما هو الحل الذي يمكن أن يخفف معاناة المنطقة الجنوبية بأكملها؟ ليس هناك هدوء سيدي أبدا، بالعكس الدمار كل يوم، خراب كل يوم، الخطف كل يوم، القتل كل يوم، إطلاق النار كل يوم، ليس هناك هدوء. طيب ما هو الحل؟ الأحداث تنخفض وترتفع فقط، يعني الآن كل الأبرياء، الآن أبرياء وغير أبرياء يعني ممكن اصطيادهم، ممكن تدميرهم سيدي. الجنوب يريد دولة تحميه، ليس لأن أهل الجنوب غير قادرين، لكن أنا لا أعطيك خيارات
لكل الليبيين. أنا لا أشكل حتى 1% من نسبة الليبيين. الجنوب عدد سكانه 521 ألف من إدري لغات لتجاره إلى الحدود الليبية التشادية الحدود الليبية النيجيرية، 521 ألف فقط لا غير، هؤلاء مسجلين بإجراءات رسمية 100%. هل وخيرات تحت أقدام هؤلاء الناس؟ يعني إذا كان الشرارة والفيل ينتج في كل يوم أكثر من 600 ألف برميل، هذا أكثر من حتى من حاجة ملايين الناس. فما بالك أنت تريد مني خيرات وتريد مني أن أعطيك الماء ونعطيك الخيرات والنفط تستنزف من تحت أقدامي، ولا تستطيع ولا تريد أن تحمي هذه الخيرات؟ يا أخي أحميها حتى لمصلحتك أنت، حتى لو الجنوب ما همش في استعداد البشر في الحكومات اللي موجودة في ليبيا. أعتبر أن الجنوب ما همش في استعداد البشر ولا هم ليبيين أصلا، لكن هالخيرات اللي أنت تستفيد منها يجب أن تحميها. نحن نعيش مواطنين بدون وطن للأسف الشديد، والله يقسم لك أني أنا مواطن بدون وطن في الجنوب. أشكرك جزيل الشكر السيد حسن الرقيق المتحدث باسم مجلس حكماء وأعيان مدينة سبها. حمل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس المؤسسات الأمنية بمدينة بنو وليد مسؤولية سلامة المهاجرين غير القانونيين القاطنين بالمنطقة. وبحسب المكتب الإعلامي للجهاز، فقد أعطى الجهاز تعليماته لفرع جهاز مكافحة الهجرة ببنو وليد بالتعاون مع مكتب الأمن المركزي بالمنطقة بجلب عدد 118 مهاجر من المدينة. جاء هذا القرار بعد تعرض 17 منهم، كانوا يحملون جنسيات من إريتريا وإثيوبيا والصومال، لإصابات متفاوتة إثر إطلاق نار عليهم من قبل المهربين. قالت المؤسسة الوطنية للنفط الأربعاء أن تأخير التوزيع من حقل الرجوب النفطي لم يؤثر على الإنتاج رغم تهديدات المحتجين. المؤسسة بحسب رويترز ذكرت أن مشكلة التوزيع بين الحقل وميناء البريغا حدثت الثلاثاء، لكن إنتاج الحقل مستمر ويتدفق إلى خزانات الموقع بحسب الوكالة. كان محتجون قد أوقفوا في وقت سابق الإنتاج في حقل الرجوبة البالغ إنتاجه 5000 برميل يوميا، مطالبين بتحسين الخدمات العامة في منطقتهم. هذا وكشف مسؤول بشركة الخليج العربي للنفط الخميس أن الشركة رفعت إنتاجها النفطي إلى 80 و100 ألف برميل، مضيفا بأن الشركة قد رفعت إنتاجها بعدما انخفض إلى 46 و100 ألف يوميا الأربعاء بسبب الطقس السيء الذي أثر على توربينات توليد الكهرباء. وأضاف المسؤول أن الإنتاج من المتوقع أن يزيد إلى 200 ألف برميل يوميا يوم الجمعة. بحثت إدارة شركة البريغا لتسويق النفط الأربعاء العرض المقدم من شركة 3X الفرنسية في مجال صيانة الخطوط النفطية. تم خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة الشؤون الفنية بالشركة الاطلاع على العرض المرئي المقدم من الشركة الفرنسية في مجال التقنيات الحديثة لصيانة الخطوط النفطية. وهذه نظرة على سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء. وإلى أخبار الرياضة.
تنطلق هذه الليلة على تمام 11:30 مساء الجولة الثالثة من دوري تفادي الهبوط الليبي لكرة القدم، حيث يستقبل المتصدر الرفيق نظيره النجمة على أرضية ملعب طرابلس الدولي بإدارة الحكم محمد مبيص، فيما يحل الترسانة ضيفا على متذيل الترتيب نجوم جدابية على أرضية ملعب بنينة تحت قيادة الحكم عبد الباسط شهوب. تلقى رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج رسالة رسمية من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إنفانتينو، يعبر فيها عن تفاؤله برفع الحظر عن الملاعب الليبية وتمكين فرقها من خوض منافسات كرة القدم للأندية والمنتخبات على أراضيها وبين جماهيرها في أقرب وقت ممكن. توج فريق الصقور بطبرق بطلا لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم عقب فوزه على منافسه فريق أمل ترهونة بهدف مقابل لا شيء، أحرزه لاعبه يونس الصاوي في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب شهداء بنينة بمدينة بني غازي. يذكر أن 4 فرق صعدت لدوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي المقبل، وهي الصقور والأمل بترهونة والطيران والملعب الليبي. ذكرت شبكة سبورت ميديا 6 الإيطالية أن المدير الفني لنادي إنتر ميلانو لوتشانو سباليتي اقترب من تجديد عقده مع النادي عقب التأهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، وأشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أن النادي بصدد عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس لإعلان تجديد التعاقد رسميا مع المدرب السابق لروما حتى عام 2021. ذكر موقع فوتبول إيطاليا أن من المفترض وصول مهاجم نادي راسين كلوب الأرجنتيني اليافع لاوتارو مارتينيز إلى مدينة ميلانو الإيطالية، وذلك لغرض إجراء الفحص الطبي التقليدي تمهيدا لانتقاله إلى صفوف نادي إنتر ميلانو الصيف المقبل. ذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية المقربة من نادي يوفنتوس أن نجم المنتخب الإسباني لكرة القدم ألفارو موراتا التقى بالمدير الرياضي لنادي السيدة العجوز فابيو باراتيتشي أمس الأربعاء، وذلك بأحد مطاعم مدينة ميلانو، الأمر الذي رشح قرب عودة اللاعب إلى مدينة تورينو مجددا. يذكر أن مهاجم تشيلسي الحالي أعرب في وقت سابق عن عدم ارتياحه في نادي العاصمة الإنجليزية. وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. البعثة الأممية تطالب بإدخال المساعدات إلى درنة بشكل فوري. رئيس الأعلى للدولة خالد المشري يشدد على ضرورة الحوار الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية. مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا بباريس نهاية مايو الجاري. وتابعتم أيضا المنظمة الليبية للسلم والإغاثة تدعو لفتح تحقيق في الإنفاق على مكاتب الرئاسي المقترح. شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة، ألقاكم على رأس الساعة في موجز الأهم الأنباء في أمان الله. Hmm.